سلام من الله عليكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. نشرة أخبار هذه الظهيرة نقدمها لحضراتكم من الفضاء الإيترية ونستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. برنامج تجميع الكرة في حقات ارتفاع نسبة التطعيم إلى 87% في ريف الإقليم الأوسط، توزيع أراضي الملكية الخاصة في عدبة زحمس. ترامب يقول أنه مستعد للاجتماع مع الرئيس الإيراني. بريطانيا والصين تجريان محادثات تجارية. تحقيق جديد عن الطائرة الماليزية المفقودة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تم تجميع 42 قرية في مديرية حقات في أماكن مناسبة للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلى هيمانوت مساعد في الاجتماع الذي شاركت فيه الجهات المختصة ومدراء الضواحي أن عملية تجميع القرى التي جرت منذ شهر يناير الماضي حققت نتائج مرضية، داعيا مدراء الضواحي لتقوية الجهود المنسقة حتى إنجاز البرنامج بالكامل. وأوضح المسؤول عن تجميع 373 أسرة من 4 قرى موجودة في قمم الجبال بضاحية إدامر في حقات ضمن عملية التجميع في حقات وكرن. وأشار إلى أن القرى التي تتجمع من ضواحي إنجنيار وغلاس وبقو في حرستاي تحصل على الخدمات الأساسية. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط في التقييم الذي أجراه يومي 26 والسابع والعشرين من يوليو الحالي بعد وعداد بأن نسبة التعليم ارتفعت لنسبة 87% في ريف الإقليم الأوسط في الأشهر الستة الماضية. وأشار التقرير المقدم في الاجتماع إلى عدم وجود إصابة جديدة بالملاريا في نصف السنة الأولى وارتفاع نسبة التطعيم في مديرية بريخ بنسبة 98% ومديرية سرجاغة بنسبة 90% ومديرية قلنفحي بنسبة 85%. وذكر التقرير عن مراجعة معظم الحوامل للمؤسسات الصحية والولادة فيها وازدياد الحوامل التي راجعن المؤسسات الصحية بمستوى الضعف في مديرية قلنفحي. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط الدكتور تسفاي سلمون في الكلمة التي ألقاها أن هدف التقييم معرفة خدمات المؤسسات الصحية وتحدياتها والعمل لحلها ووضع البرامج المستقبلية. وأوصى الاجتماع لحل النواقص ودفع بحملات التوعية الصحية. وزعت أراضي الملكية الخاصة الطيصة في ضاحية عد بزحنس بمديرية دبرور وضاحية عد قبر في الإقليم الأوسط ل 964 مواطن. وأفاد مسؤول الأراضي والمياه والبيئة في مديرية دبرور السيد محمد تخلي إلى توزيع الأراضي ل 366 مواطنا في إمنات الليم و 104 مواطن في عد بزحنس و 19 مواطن في عد نخوع بضاحية عد بزحنس. وأشار مدير مديرية دبرور السيد فرهون قلت خلها هيمانوت أن عملية توزيع الأراضي ستتواصل في كامل المديرية داعيا للاستفادة الجيدة منها. كما وزعت الأراضي ل 475 مواطن بينهم 139 امرأة في ضاحية عد كوبر بمديرية دريخ. وذكر مسؤول الأراضي والمياه والبيئة في المديرية السيد مكنون مائل عن تجهيز 2114 قطعة أرض وسيتم توزيع القطع المتبقية بعد إيفاء الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن عملية توزيع قطع الأراضي ستستمر في قرى عناقودة وعدي باخوخاي وخازن. وقد وزعت قطع أراضي الملكية الخاصة طيصة لأكثر من 5000 مواطن في 7 قرى بالإقليم الأوسط من يناير الماضي وحتى شهر يوليو هذا العام. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دعما ل 106 أسرة محتاجة في مديرية مندفرة لإيجاد مصدر دخل دائم لها. وضمت الأسرة الحاصلة على الدعم المتمثل في عروضات الكرر أسر الشهداء والأيتام والمعاقين والمناضلين المسرحين. من ناحية ثانية قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية إعالة بمبلغ 4.5 مليون نقفة في الأشهر الستة الماضية ل 2255 أسرة شهيد ودعم الطلاب المحتاجين ماليا لشراء اللوازم الدراسية لمتابعة تعليمهم، إضافة إلى تقديم مبلغ 72 ألف نقفة
مرسل من الاعتبارين في المهجر لأسر الشهداء المعنية بالدعم. في عضون ذلك قام سكان ضحية دم بحبرتي بمديرية شامبوكو بنفير مساعدة في مزارع 28 أسرة شهيد. أصدرت وزارة الإعلام تصريحا بشأن الحظر الجار المفروض على إريتريا، وهذا النصف: تصريح صحفي. السؤال ليس رفع الحظر بل لماذا فرض أساسا؟ دعا رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد علي خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريز في 9 يوليو الجاري، دعا إلى رفع الحظر المفروض على إريتريا، مؤكدا بذلك على موقفه الشجاع والداعم للعدل دون مواربة. كما عبر رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله محمد عن شعور ورأي مماثل، وليس من المستغرب أن يكون هناك القلة ممن لا يروق لها ذلك. لقد مرت قرابة 9 سنوات على قرار الحظر الذي مرره مجلس الأمن الدولي بحق إريتريا، والذي تمت فبركته من قبل الزمرة التي كانت في واشنطن بالتآمر مع الويان التي كانت في إثيوبيا بهدف التضييق على شعب وحكومة إريتريا من خلال تقييده ولجمه. إن الآثار السلبية لهذا القرار غير القانوني لم تتوقف على الشعب الإريتري فحسب، بل وانسحبت كذلك على الشعب الإثيوبي والمنطقة برمتها. إن إدراك من كان ولا زال يدعم الإرهاب في منطقتنا وأبعد من ذلك أمر لا يحتاج إلى شعوذة، كما أن معرفة من كان يعمل على تعكير الاستقرار الإقليمي ليس بالسر الذي يحتاج إلى فك طلاسمه، فقد تجلت الحقيقة وبكل وضوح. إن شعب وحكومة إريتريا لم يركعا ولم يرضخا لتجاوز القانون والتهديد والوعيد، كما أنهما لم يتيحا الفرصة لإقرار هذا الحظر غير القانوني وأدواته وإلباسه صفة الشرعية. وبما أن العدل يعلو ولا يعلى عليه، لا بد من سيادة العدالة وإحقاق الحق، فأوان البحث عن حجج واهية قد انتهى. وزارة الإعلام، أسمرة، 30 يوليو 2018. إلى فاصل قصير مسموح وفيكم بالأنباء العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للاجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وذلك بدون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015. وعندما سئل في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للاجتماع مع روحاني، أكد ترامب أنه سيكون مستعدا للاجتماع خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائما. وردا على ذلك أفادت إيران بأن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في مايو، وذلك من أجل تمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية. وذكر البيت الأبيض أنه حتى على الرغم من أن الرئيس منفتح على الحوار والمفاوضات، فإن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات أو ستعيد العلاقات الدبلوماسية والتجارية. قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنه يرحب بعرض الصين إجراء محادثات بشأن اتفاق للتبادل التجاري لمرحلة ما بعد البريكسيت، وذلك خلال زيارته لبكين سعيا لتعزيز العلاقات قبل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي العام المقبل. ويزور هانت الذي عين وزيرا للخارجية في وقت سابق هذا الشهر العاصمة الصينية لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي وغيره من كبار المسؤولين ضمن جولة تشمل محطتين في باريس وفيينا، حيث يجري محادثات مع نظيريه الأوروبيين حول بريكسيت. وقال هانت خلال مؤتمر صحفي مشترك أنه ناقش العرض الذي قدمه وزير الخارجية وانغ لبدء محادثات بشأن اتفاق محتمل للتبادل الحر ما بين بريطانيا والصين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أصدر محققون تقريرا عن طائرة الرحلة MH370 المفقودة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، وقالوا أن من المرجح أن جسيدة التحكم بالطائرة تم التلاعب بها عمدا حتى تحيد عن مسارها، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد المسؤول عن ذلك. ولم يتضمن التقرير المؤلف من 495 صفحة نتيجة بشأن ما حدث على متن الطائرة التي اختفت على متنها 239 شخصا وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في 2014. وأوقفت ماليزيا في مايو الماضي عملية بحث استمرت 3 أشهر أجرتها شركة أمريكية شمل مساحة 112 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهادئ، ولم تتوصل إلى نتائج مهمة. وتحاول ماليزيا ومحققون دوليون تحديد سبب انحراف الطائرة عن مسارها وابتعادها آلاف الأميال قبل أن تسقط في المحيط الهادئ. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله وحفظه.